Good morning. Nagantay ako sa driver, guys. Ang ano niya, guys, oh, maulan. Today in Amman, Jordan, maulan. Maulan siya, guys. Yan yung mga halaman namin. Ala, hindi. Dapat yan ako na pala. Tignan mo yung camera. Nag-on off, on off. Ala, dapat sinilong ko pala yung ano ko. Yung malunggay. Yung mga ibon ng tut. Dapat nilagyan ko pala yung ano ko. Ay, madilim. Yung silik ko ng ano. Nang inuman ang silik ko na pilay. Na ano siya, natumba. Wala, baka mamatay yan. Malunggay ko, isilong ko yung malunggay ko. Baka mamatay ito. Ay, hindi ko madra. Mabit-bit. لم يشكر الله من لم يشكر الناس. أنا لماذا أشكر الناس؟ ما دام المعطي هو الله، لم يكن قائل إن لماذا أنا أغيب عن الناس كلهم وأنا غائب عن هذا. التعاون على البر والتقوى والتعاون على العدوان علمتنا المقاومة أن الأخلاق هي رأس مال المسلم. ترافيك. أقربكم مني مجد أن أحسنكم بصرتك. وعلمتنا أيضا الحياة أن النصر قادم لا محال له بقوله تعالى ألا إن نصر الله قريب. لكن أنا سؤالي بمرقص الكلام هو المرقص كثير كثير كار كثير من الناس سيارة تاكسي ألا حمار إيه احنا عملنا بالله تبارك وتعالى هبلة هبلة حمارة انا تبلة ما في كاميرا I don't know في كاميرا بس الكاميرا I don't know هي السؤال هون بيقول انه في ارمله تريد الذهاب الى العمره هل يجوز لها ان تذهب من عنده وان تغطي وجهها لا يا اختي كوز ذير ما في ترافيك لا يجوز لها ان تذهب بين الحج والعمره فيرست ذا وان تاكسي بعدين ذا تاكسي ما بيقول انها تغادر بلد وحتى نص العلماء عليه لو ارادت الحج او العمره فهذا لا يجوز لأنه العدة بحد ذاتها هي بنفسها عبادة. أخونا بلال من لبنان هل يجوز لمرأة تصلي في حضرة غير المحرم؟ هذا يصير يعني وجود الرجل الأجنبي أثناء صلاة المرأة لا يؤثر عليه. عند الكعبة بيصلوا في الحرم المدني بيصلوا كمان رجال أجانب شافوا ما جاءت أفراد فيه بس إحنا في المكاتب في أماكن العمل لما واحد من خواتي تصلي أفوها مجالة عشان تمر راح تصلي الصلاية أما هو لو مرأة وقتها تصلي ورجل أجنبي شافها ما بيأثر على صلاتها مطلقا صلاتها مش عيب صلاتها عبادة أين أرمل يشوف في زوج نوج عمره قلنا عليه جاوبنا هذا السؤال السؤال يقول لما بقرأ سورة الفاتحة في الصلاة
جمر بعض الأحمر ما أستطيع تصف فيها أحوال ربط رحاب ربط قراءات بشكل صحيح ولا أستطيع أن تبقى الصلاة وأعاني هذا الأمر منذ 4 سنوات. موجود السؤال يعني ماذا لا أستطيع الضبط هذه يعني لأنه لسان ثقيل لأنه فيه مثلا مثلا تعدي ميديكان يعني واحد أجنبي تعلم الصلاة تربط اللذينة مجنون المقصودي يعني في أحرف فإذا كان بسبب وجيه عدم القدرة فلا صحيح إلكتريك هذا كار إلكتريك هايبريد آيوني إي آيوني this. Yeah, yeah. Not hybrid, this one electric. هونداي بس يبن الضاد ولا يدخل الضاد يضل لك باللغة فلا تسكن غير مغضوب ونقول ولا الضالين ما نقول الضالين لأنه ظل يعني جبت وقعد يعني باقي أظل يعني فظل أي بقية وظل يعني ما اهتدى فرق بين السنتين فأولاد العرب لا يتعلم اللغة صح أما إذا كان إنسان جديد وكان على مسير العرب وآخره It's the sorry. ما هي الآية الكريمة التي اشتملت على 17 موضع جديد فيها اسم الله ظاهرة أو مستكنة يعني ضمير 17 مرة فيها اسم الله ظاهر أو أنه مكتفي مستكين بسمه الآية اللي فيها اسم الله 17 مرة آية الكرسي آية الكرسي ذكر الله عز وجل فيها 17 مرة سبحانه وتعالى إما باللفظ يعني الله والحي والقيوم وهو هذه بنقول أسماء ظاهرة أو مستترا لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فالضمير هو بله من ذا الذي يشفع عنده الهاء يسموه هذا اسم من أسماء الله الحسنى لكنه مستتر فهي آية الكرسي الله يفتح علينا إن شاء الله جميعا